ماشي خلاص، انا ما عاد اضربها خلاص. نفس، تعالي. يلا تعال. حكي حلو وانا صدقته. كأنك ما انك شايف كل هالجيش اللي واقف قدامك يا طاهر. انت ما عندك مهرب يا بطل. استنى، صاروا اثنين. من يوم يومك ما بتعرف تعد يا مراد، صاروا ثلاثة. خلونا نقول أربعة. يلا فيدات، خذ مرتك وابنك وروح من هون. القصة مو بهالبساطة. تعال خدهن إذا رجال. سمعت اللي قالوا أخوك يا طاهر؟ أصحك تتهور. الكل بيعرف جناني. لا تكون غبي، هدول رح يدفنوكم. شو يعني؟ بدك سلم مرة مسكينة هي وابنها لواحد مثل هاد عظيم شرف؟ بس كرمال ما يقتلني، لشو عيشت إذا بدي أكون واطي مثله؟ طاهر، أخوك حكيه مزبوط، رح يقتلوك. لا تحاولي، مستحيل خليك تروحي معه. تثقي فيني ولا لا؟ ايه بوثق. لكان قوي قلبك واعطيني الولد. خدي نفس وبعدين نطي. استنى هون يا بطل، انا رح روح جيب امك واجي فورا. اوعك تتحرك من مكانك. ماشي ماشي، ما بطول.
أمي! يا الله أمي! أرجيك يا طاهر، إذا ما متت رح أموتك بإيدي. نفس، ردي، ردي علي نفس لو سمحتي، بترجاك تردي علي نفس. الحمد والشكر لك يا ربي، الحمد والشكر لك يا الله. يا سلام، امي طلعت لساتها عايشة. ايه عايشة يا بطل عايشة. انبسط يا بطل، امك عايشه. يا سلام، امي عايشه. ييت ييت، هونيك، الحقوني. وقفوا وقفوا هون، وقفوا وقفوا، حاول. يلا انت وياه. وين راح احكي؟ انا راح لاقي لطاهر وعلى ايدي راح يموت. انت ما فيك تلمس شعره من راس اخي قبل ما تقتلني الي بالاول. ليش؟ لا بقتلك، مو صعب بنوم، بس لاقي اخوك راح اقتلك انت وياه. جرب المس شعره من راسه، وقت راح اقتلك بايدي واعملك اكل لسمك البحر، عم تفهم؟ انت تماما مثل السمك تبعكم، الصغير وتافه. ما يغرك انه السمك تبعنا حجمه صغير، بس فعله كبير يا فيدات.
وبيعرف الناس اللي بتكرهه منيح. ولعلمك مناكل سمك قرش على الفطور وكتير منعشق لحمه. لا بعد دوروا عليهم بعد هيك. يلا مراد. كأنه عم نفكر بذات الشيء أنا وياك؟ إيه طبعاً مثل كل مرة أخي. أصلاً لو ما كنا عم نفكر بذات الشيء كنت وقتها بتفاجأ. يلا شو جاهز؟ اركض. سيك والله ما انكم سهلين. هو انا اللي كنت مفكركم ما بتنفعوا لشيء. الحمد لله. يلا خلينا نمشي. خلونا نركض ونحرك دمنا. يلا مو بوطي. هذا البوط بعيد. روحوا من هذيك الجهة. يلا اركضوا. طيب منضل عايشين هون وأنا بروح على مدرسة ابنه. يا عمري نحن ما فينا نضل هون لأنه بابا رح يضل لاحقنا. ما هيك؟ إذا هو ما تركنا بحالنا نحن رح نلاقي طريقة نهرب منه. مين بيركض أسرع؟ الغزالة اللي بتحب الشمس والديب الأزرق. وبيسبقوا الكل. نحن الاثنين ثنائي ما بينهزم شو ما صار. مزبوط اللي قلته؟ وعمو طاهر ماما. شو بو عمو طاهر؟ أنا وأنت وماما فريق قوي كتير وما حدا بيقدر يغلبنا لو شو ما صار. لكان جهزي حالك يا كابتن. أنا رح كون الكابتن بالفريق؟ كيف لكان؟ أنت كابتن فريقنا. لوين رح نروح هلا؟ رح ناخذ الكابتن ليركب التراكتور الكبير. أنا جاهز. يلا. يلا يلا
حبيبتي نوران، لو سمحتي أعطينا هالشال اللي عكتافك. ايها، وهلأ صرتي كأنك عروس ورايحة عبيتها. ما لازم حدا يشوفك، أكيد رجاله لفيدات عم يدوروا علينا. امشي عمي داود. خاطركم ماهر، اطلع لبرا. طلع احكي مع مصطفى. طاهر، انت ما رح تطلع. بس عمي، ما بسمح لحدا يقول عيلة كاليلي تخانقوا عباب بيت عثمان. عمي لشو هالحكي؟ ما رح نتخانق. انا بعرفكن منيح، انت استنى هون ولا تتحرك. عمو مصطفى رح ياخدنا من هون؟ اجا ليرجعنا لعند بابا يعني؟ طول ما انا عايش ما في قوة رح ترجعكن لهنيك. خير شوفي يا ابني، كنت رح تكسر الباب، اللي مثلك ما بيطلع منه هالحركات. طيب ما تاخذني عمي، اجيت اخذ المجنون. ما عندي بالبيت مجنون لا اعطيك اياه. طيب عمي بعد لي، انا باخده. يلا ارجع على بيتك ابني. يلا ما تعمل هيك عمي، طاهر بخطر هلا. انا اكل هم روح اخي. طيب وروح هديك المسكينه، معقول انت مانك اكل همها؟ أخي من جهة، ومرة حياتها معرضة للخطر من جهة. أنا شو اللي لازم أكل همه عمي؟ اللي بعرفه عنك إنك رجال شهم. بنت هربانة من الظلم، من روح منسلمها بإيدنا؟ وين كان عقلة من 8 سنين؟ وين كان مخها لما قعدت ببيت الزلمة 8 سنين وجابت ولد؟ لما شافت أخي خطر ببالها تهرب. أنا ما كبرته بطلوع الروح لحتى يموت بسبب واحدة مو معروف قرعت أبوها منين؟ يا ابني طاهر بس عم يساعد. ما بيقدر يساعد. برضاي عليك روح. اسمع، انا رجال كبير بصلي وبخاف من ربي، فما تخليني اوقع بالغلط. يلا انا ماشي عمي، اذا لزمكن شي انا رح خبرك بنفسي. مشكور عمي، دعيلي. نفس روقي. حكيه صح، معه حق بكل كلمة قالها. انت ما فيك تساعدنا، فهم هالحكي بقى. بفهم شغلة واحدة بس، انا ما رح اتركك لحالك. لك فهمني انت ليش هيك مخك سميك يا؟ بدل ما تسمعيني هذا الحكي الفاضي. ابنك جوعان، روحي طعميه. عمي شو عندك لنعمل شوربة؟ لانه نفس رح تطبخ لنا اليوم، بس بالاول اعملي لي شاي. يا ربي دخيلك، نحن آكلين هم حياتنا وانت آكل هم الشوربة؟ شايف يا كابتن كيف أمك عم تتفزلك وتحكي معي؟ شو يعني تتفزلك عمو طاهر؟ الفزلكة أكتر شغلة شاطرين فيها النسوان. مانك طبيعي. أوب. يلا يا بطل خلينا نفوت لجوا. شكله المكان هون حلو كتير. ايه طبعا حلو وكتير. يلا امشي نفس. Thank you.
طاهر، متأكد إنه نحن هون بأمان؟ لا والله ماني متأكد، بس قلت لحالي خلينا نجرب حظنا، بأسوأ الأحوال منكون غيرنا شكل وشمينا هوا. يلا يا كابتن، عيونك ما عاد تفتحوا، امشي. يلا نايمي بالتخت، أنا رح أجيب له بطانية سميكة. يلا حبيبي. هاد بالأول أحكي لك حكاية قبل النوم، مثلاً مغامرات الغزالة والديب الأزرق. بس الديب الأزرق نعسان كتير، لهيك خلي الغزالة تأجل مغامراتها لبكرة. والله جد الديب الأزرق طولان لسانه وعم يتآمر علينا كمان، من وين متعلم هالفزلكة هاي؟ ها؟ من النمر الأبيض اللي جاي من البحر. ومين هالنمر؟ عمو طاهر، بما أنه صرنا فريق قوي كتير هو كمان لازم يكون له اسم تاني مثل أسماءنا، ما هيك؟ إذا كنت خايف ومرعوب فيني نام حدك. ما عاد خاف، لأن النمر الأبيض الجاي من البحر رح يحمينا من كل شي معنا حلو. يلا عالنوم حبيبي. أول مرة بحياتي رح نام من دون ما أكون خايف. أنا بدي أطلع لشم هوا. شو كان يعمل فيكن؟ لا تسأل، قليلي شو اللي عملوا فيكن لحتى كل هالسنين الولد عم ينام مرعوب. العم عثمان قال لازم غير لك الشاش، مدي ايدك. عذبك كتير ما هيك؟ قليلي شو اللي كان يعمله؟ بالصف العاشر بابا نسي موبايله ورحت أعطيه. بابا أهلين، جبتيه؟ نسيته بالبيت مثل العادة. يلا روحي على المدرسة بنتي. ماشي. استني،
ليلي مين انت؟ بنتي الصغيرة يا فيدات بيك. أنا صار لازم روح المدرسة. كرمال المصاري أبي بيعمل أي شيء، مستعد إنه يبيع بنته بأي ثمن. ما تتركني عنده بوس إيدك، بعمل اللي بدك إياه دخيلك بابا، ما تتركني هون بابا. وتي بابا 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 ما تتركني بابا بابا. أول قتلة ليلتها لما رفضت إني كون إله، بس ضل يضربني وقتها لحتى فقدت وعي. أول ليلة كانت كتير بشعة، فقدت وعي من الوجع وحسيت إني بعالم تاني. كنت راكدة على رمل البحر وحافية، وطايرة على المرجوحة بالهواء. بس هالشي كان حلم، الحقيقة كانت بشعة، بشعة من ما بتتصور. خلص طولي بالك، حتى بالحلم شفته. بيكفي نفس. حتى بالحلم كان هو وراي وعم بيعذبني، لما أرفض أقرب عليه كان يفقد عقله ويجن. خلص نفس روي، طولي بالك، بيكفي نفس. عملك روي، خلص نفس، اهدي نفس نفس. نفس نفس، وقفي نفس، وقفي. روقي 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 روقي. أنا بعتذر منك، والله ما كان قصدي إني ضايقك وأزعجك، بوعدك ما عاد تتوجعي بكل عمرك. Thank you.
اشتركوا بالقناة لمشاهدة جميع الحلقات، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس.